ازاي تتغلب على مخاوفك وانت تتكلم انجليش؟ ناس كتير لما تيجي تتكلم انجليش بتخاف تتكلم. ما تخليش اي خوف جواك يمنعك ان انت تبقى فلوينت في الانجليش، عندك طلاقه في الانجليش، ما تخليش الخوف ده جواك. طبعا اكتر حاجه اللي انت تتكلم فيها انجليش بطريقه بسيطه اللي انت تتكلم مع نفسك في موضوع بيتكلم، هو بتتفرج على فيديو حاولك انك بتتكلم معاه. انا عامله فيديوهات انستغرام عندي بتكلم وبسكت وبدي وقت للناس اللي قدامي بيتكلموا. طبعا الفيديوهات دي متسجله، فانت بتاكت او بتمثل انك بتكلم شخص قدامك، فحاول تدخل الفيديوهات دي وتتدرب عليها، موجوده على الانستغرام وموجوده كمان على اليوتيوب. ابدا اونلاين، مش لازم تروح مكان في حواليك ناس فممكن تخوف ده يبقى اكتر. ابدا اونلاين، اونلاين من غير ما حد يشوفك يسمعك. بس في ناس بتعمل محاضرات كتير، ميس نانسي في الانستغرام عندي ايزي ان انجلش نانسي، الصفحه دي ميس نانسي بتعمل محاضرات كل يوم اربع تقريبا او خميس، وبتعمل محاضرات انجلش ممكن تجوين معها سبيكر. وفي برضو كلوب هاوس، كلوب هاوس في ناس كتير بتتكلم انجلش برضو سبيكر، يعني صوت بس من غير ما يكون في كاميرا، ما يكونش في اي حاجه. join a community، join a community يعني حاول تشوف ناس بتعلموا انجليش، جروب مثلا فيسبوك، في حاجات كتير جدا على الفيسبوك تعلموا اللغه الانجليزيه، تعلم مش عارفه ايه ESL learners. حاول تدخل الحاجات دي، بس حاول تدخل الحاجات الاجنبيه اكتر من العربي، العربي حلو برده بس حاول تدخل حاجات اجنبيه، مثلا تعمل سيرش على ESL learners يعني المتحدثين الانجليش اللي هم اللغه الانجليش بتاعهم اللغه الثانيه، speak english، learn english online، الحاجات دي. بس طبعا حاول تتابع الناس في جروب، ما تكلمش حد برايفت عشان ممكن حد مش عايز يتكلم انجلش ويضايقك او ما يقولش كلام كويس معك. فحاول تبعد عن الناس اللي هي في تشات خاص الا لو انت عارف الشخص ده. تشوز حد او اختار حد كويس من صحابك او من قرايبك اللي هما بيحبوا برضو يتعلموا انجلش وحابب يتعلم انجلش معك، فانت تحس ان انت مرتاح معاه وانت بتتكلم انجلش، فابتدي تتكلم مع انجلش. دي برضو الطريقه اللي انت تتغلب على الخوف في الانجلش. بالنسبه للانجلش، لو انت خايف بس تتكلم في الجرامر ابعد عن الجرامر، ادخل في سبيكينج. لو انت خايف من سبيكينج اسمع، ابتدي بالليسننج، شوف مهارات تانية في الانجلش بدل المهاره اللي انت خايف منها وابتدي بيها، وساعتها بالطريقه دي هتتغلب على خوفك بالانجلش وتدخل على المهارات التانية. forget perfection، forget perfection يعني انسى المثاليه في الانجليش. ما فيش حد مثالي وهيوصل المثاليه بسرعه في الانجليش، حتى النيتيف سبيكرز الناس اللي هم اساس اللغه اكيد بيعملوا اخطاء، احنا برضو لما نيجي نتكلم بالعربي اكيد بنعمل اخطاء في العربي. انسى المثاليه وانسى ان انت تبقى بيرفكت في فتره صغيره، لا ابدا واحده واحده وعارف وخليك واثق في نفسك كده من جواك اللي انت بتبدا تتعلم اي حاجه. حاول تلاقي طرق تخليك كده هادي وانت بتتكلم، نفس عميق، اتكلم بطريقه ايجابيه عن نفسك لما تيجي تتكلم، حاول تتشالنج وتحدى النيجاتيف ثوتس الافكار السلبيه اللي في دماغك على الانجليش. الانجليش صعب، انا مش عارفه مين افضل مني في الانجليش، انا عمري هبقى زيه، انا الكليه الانجليش بتاعها صعب وصحابي كلهم شاطرين وانا فاشل مش عارف اعمل حاجه. بطل تفكير في الحاجات دي، الحاجات دي بتقلل وبتخليك بعيد ان انت تاخد الخطوه تتكلم انجليش.